القمة العربية تختتم أعمالها ومصر تتسلم رئاسة الدورة 26 للقمة من الكويت. محلب يصل أسيوط لتفقد القرى المضارة من السيول وعدد من المشروعات التنموية. الأزمة الأوكرانية تتصدر أعمال القمة الأمريكية والأوروبية في بروكسل اليوم. عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل، والبداية مع القمة العربية. اختتمت اليوم القمة العربية أعمالها برئاسة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي سلم رئيس عدلي منصور رئاسة القمة المقبلة. هذا وقد أقرت القمة في ختام أعمالها إعلان الكويت الذي تضمن توصيات بضرورة إيجاد حل سياسي للصراع السوري، بينما أعلنت دعمها للائتلاف الوطني كممثل شرعي للسوريين. كما رفضت القمة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وكذلك ثمنت جهود مصر لرعاية تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقد تعهدت، وفي كلمته خلال الجلسة الختامية أكد رئيس الجمهورية أن استضافة مصر لفعاليات القمة العربية المقبلة هي رسالة مؤازرة لجميع الدول العربية، مؤكدا سعي مصر الدائم لبذل أقصى الجهد لدعم التكامل العربي بين كافة الدول. إن استضافة مصر لفعاليات القمة المقبلة بمشيئة الله تعالى في تلك المرحلة الدقيقة لهي رسالة تضامن وتآزر عربي للداخل والخارج، يتعين على الجميع أن يعي مآلاتها ويستبصر في معانيها. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الكويت آيات عبد اللطيف مراسلة النيل. آيات، تحياتي لك أولا، كيف تابعت ختام القمة العربية اليوم؟ نعم، من فضلك عاد علي السؤال مرة أخرى. آيات، نتحدث عن ختام القمة العربية، كيف تابعت الختام اليوم وما أهم التوصيات التي خرجت بها هذه القمة؟ أهم التوصيات كما جاء في كلمات السيد أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح، بأن هناك بالنسبة للقضية الفلسطينية هناك دعم للسلطة الفلسطينية في خطواتها نحو قيام دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وتمسك بعدم الاعتراف بيهودية إسرائيل والمطالب التي رفعت سقفها إسرائيل في المقابل. على الجانب الآخر أيضا أيدت القمة حل الأزمة السورية بشكل سلمي بعيدا عن التدخل العسكري. وما يتعلق أيضا بمقعد سوريا فهم وافقوا على يبدو أن هناك انقطاع في الخط. نشكر الزميلة آيات عبد اللطيف، وبالطبع سنتواصل مع بعد قليل لنرى الجديد وماذا تم في هذه القمة وإعلانها. تفقد اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال زيارته لمحافظة أسيوط القرى المضارة من السيول بمركز البداري ومزرعة وادي الشيح. كما تفقد محلب عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة، من بينها قناة أسيوط الجديدة والتي تبلغ تكلفتها 4 مليارات جنيه وتوفر 3000 فرصة عمل وتعمل على توليد طاقة كهربائية نظيفة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء لقاء موسعا مع التنفيذيين والشعبيين بالمحافظة للوقوف على أهم المشكلات التي تعاني منها أسيوط. كما زار محلب قرية بني مر بلد الزعيم جمال عبد الناصر بشكل مفاجئ، واستمع لشكاوى أهلها من مياه الشرب، حيث أمر بتشكيل لجنة لفحصها. كما تفقد مشروع قناة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ومدرسة الثورة المشتركة بأسيوط. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء عبر الهاتف من أسيوط مراسلنا منذر أبو دوحة. منذر، يعني تطلعنا على ماذا تم من جديد في جولة رئيس الوزراء، وهل تم عقد اللقاء الشعبي والتنفيذي؟
بالفعل بدأت الجولة مع صباح اليوم بزيارته لمنطقة القناطر الجديدة التي يتم إنشاؤها على نهر النيل في أسيوط. ولكن وكما اعتدنا دائما مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء دائما يخالف الخطة المرسومة، وقام بزيارة المدرسة الابتدائية والإعدادية الخاصة بمدرسة اسكندرية الثورة واطمأن على سير الحالة الدراسية، وبعد ذلك قام بزيارة القناطر مشروع القناطر. وبعد أن انتهى من مشروع القناطر كان من المقرر زيارة المركز البداري وإحدى القرى المضارة من السيول وهي قرية الهمامية، ولكنه خالف المسار وفوجئنا به يتخذ مسارا جديدا إلى وهناك دخل وتحدث مع الأهالي، والأهالي فوجئوا بدخوله إلى منتصف القرية بسيارة مجلس الوزراء وتحدث معهم عن أهم المشاكل التي تقابلهم، ومنهم من تحدث عن سوء مياه الشرب وكذلك ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت. وقرر بتشكيل لجنة من وزارة الصحة للإطمئنان على مياه الشرب، وقال بأنه سيتم في الأيام القادمة اتخاذ إجراءات للحد من أسعار الخاصة بالحديد والأسمنت. وبعد ذلك قام باستكمال البرنامج الخاص به وقام بزيارة قرية الهمامية وتابع مع المواطنين أحوالهم في القرية، ونحن الآن في الركاب في استمرار لجولته داخل محافظة أسيوط. نعم منذر أبو دوح مراسل النيل من أسيوط، شكرا جزيلا لك. تنظر اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا الطوارئ ومنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 26 متهما في قضية مدينة نصر، ويواجه المتهمون تهما تتعلق في القضية الإرهابية. هو المتهم فيها باتهامهم بالتنظيم والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وكذلك تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والأمان الاجتماعي. شهدت اليوم جامعة القاهرة تظاهرات لعدد من الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابية، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف علاء رشوان مراسل النيل من محيط جامعة القاهرة. علاء تحية لك أولا، ما هو الأوضاع عندك الآن داخل جامعة القاهرة وكذلك محيطها؟ عمرو التحية لك بالمثل، والتحية أيضا موصولة لمشاهدي النيل الكرام. فقط للتصريح لما ورد في الخبر، بالفعل كانت هناك حتى مساء أمس دعوات من قبل ما يسمى بتحالف دعم شرعية لتنظيم مسيرات من قبل طلاب جامعة الإخوان الإرهابية في جامعة القاهرة، وتم تحديد مسارات هذه المظاهرات ونقاط انطلاقها من بعض الكليات مثل كلية التجارة والحقوق والتخطيط العمراني داخل حرم الجامعة، ولكن إلى هذه اللحظة لم تبدأ هذه المسيرات في فعالياتها. إذا نحن يعني في انتظار هل ستصدق هذه الأخبار أم لا، ولكن إلى اللحظة لم تبدو أي فعاليات أو أي مسيرات لهذه المظاهرات. اليوم هو يوم دراسي وبامتياز انتظمت العملية الدراسية منذ صباح اليوم وسط تكثيف أمن من قبل رجال وعناصر أفراد الأمن الإداري الداخلي بجامعة القاهرة الذين انتشروا منذ الصباح على البوابات الرئيسة الأربع للجامعة للتفتيش حتى أعضاء هيئة التدريس وسيارتهم للتأكد من عدم اندساس أي من مثيري الشاب والاطلاع كذلك على كميات الطلاب الوافدين. اليوم هو كما ذكرنا يوم إلى هذه اللحظة على الأقل يوم دراسي وبامتياز انتظمت العملية التعليمية في جميع كليات جامعة القاهرة داخل حرم الجامعة، وإن كان يعني كما ذكرت عمرو في الخبر مسيرات لم تبدأ بعد فعالياتها إلى هذه اللحظة. وهو بالطبع ما سوف نوليكم ونفرقكم عليه في خلال بالطبع القادمة بإذن الله. طيب علاء، يعني بسريعا حركة المرور خارج الجامعة تسير على ما يرام؟ حركة المرور تسير في انسيابية طبيعية في الشارع الرئيسي شارع الجامعة والشارع الخلفي شارع المؤدي إلى مناطق بين السريات والدقي. تشديدات أمنية مكثفة بالقرب من وفي محيط ميدان النهضة ومديرية أمن الجيزة عبر نشر بعض الأكمنة الثابتة والمتحركة وسيارات للتدخل السريع. نعم وسيارات نعم. أتمنى أن يسير اليوم طبيعية وانسيابية إلى أن ينتهي نشاء هذا اليوم. إليك عمرو. شكرا جزيلا للزميل علاء رشوان المتواجد في جامعة القاهرة. ونتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى الأوضاع داخل جامعة الأزهر. نتحول إليك أحمد عبد الحميد مراسل النيل حيث كان تواجده في جامعة الأزهر. أحمد تحياتي لك أولا، ما هي الأوضاع لديك عند جامعة الأزهر؟ نعم عمرو، حالة من الهدوء تسود جامعة الأزهر والمدينة الجامعية
شرعي البنين والبنات كما انتظمت الدراسة في جميع كليات الجامعة اليوم ورصدت تواصل طلاب وطالبات الجامعة، ويتواجد أمامي أفراد الأمن الإداري أمام كليات ومنشآت الجامعة المكلفين بتأمينها، كما ينتشر على بوابات الدخول ويقوم بتفتيش الطلاب والتأكد من الهوية الشخصية لهم، وذلك لمنع دخول عناصر من خارج الجامعة تعمل على إثارة العنف والفوضى بين الطلاب. وقد رصدت أيضا الزميل عمرو قيام عمال شركة المقاولين العرب بناء ما تم هدمه من الفاصل بين حرم جامعة الأزهر والمدينة الجامعية الذي شيدته إدارة الجامعة مؤخرا لمنع انتقال مظاهرات طلاب تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المدينة الجامعية، حيث قام عدد من طلاب الجماعة الإرهابية بهدم جزء منه أثناء عملية الفوض والشغب التي تسببوا فيها مستخدمين في ذلك أعمدة الإنارة الذي اقتلعوها من الجامعة. كما أشاهد أيضا الزميل عمرو أن قوات الشرطة عززت من تواجدها خارج الحرم الجامعي، حيث تم الدفع بعدد من سيارات ومدرعات الأمن المركزي أمام نادي السك الحديد. نعم. وأمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر المطلة على طريق النصر، كما تتمركز منها عدد آخر بجوار قسم ثاني مدينة نصر بجوار الأمن الوطني ناحية المدينة الجامعية. ولكن الآن هادئ، والخلاصة أن الهدوء يسود محيط جامعة الأزهر حتى اللحظة، وغياب تام لتظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة المرور تسير بشكل طبيعي أمام السيارات أمام الباب الرئيسي في شارع النصر وأيضا في شارع مصطفى النحاس ويوسف عباس. شكرا جزيلا أحمد، وضحت الرؤية. المدينة الطلابية. شكرا جزيلا الزميل أحمد عبد الحميد المتواجد في جامعة الأزهر، وضحت الرؤية تماما، الأمور تسير على ما يرام داخل جامعة الأزهر وكذلك جامعة القاهرة. شكرا لعلاء رشوان وأحمد عبد الحميد. تستأنف اليوم محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 132 من جماعة الإخوان بكفر الشيخ، وذلك في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام للنيابات كفر الشيخ قد وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها إثارة الشغب وحيازة أسلحة بيضاء ونارية وإتلاف منشآت حيوية وعامة وممتلكات خاصة وكذلك ترويع المواطنين. تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم محاكمة نحو 38 متهما من عناصر الإخوان في أحداث اقتحام محطتي شبرا الخيمة وكلية الزراعة. وكان المتهمون قد قاموا بالاعتداء على الركاب بالضرب وإطلاق الرصاص على قوات الأمن، كما عثر على 54 قنبلة بداية الصنع معهم لاستخدامها في تفجير محطتي المترو. ولمزيد من متابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة النيل ولاء الحديني من معهد أمناء الشرطة حيث المحاكمة. ولاء، يعني تضعين في الصورة، كيف تبدو الأجواء لديك داخل وخارج المحكمة، وهل بدأت المحاكمة بالفعل؟ بالفعل أنا الآن موجودة داخل قاعة المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بسجن ترى. منذ قليل بدأت محاكمة 132 متهما من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث العنف التي شهدتها قصر الشيخ بعد فض اعتصام رابعة وميدان النهضة. حضر جميع المتهمين، وقد استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهمين منذ قليل. دفاع المتهمين دفع بعدم معقولية الواقعة لعدم جدية التحريات، وذلك على حد قولهم، كما قالوا أيضا أن القضية ملفقة وهناك تلفيق للاتهامات، وأن تحريات المباحث على عكس تحريات الأمن الوطني التي تؤكد على عدم حملهم للسلاح، وهذا أيضا على حد قول ما جاء في مذكرة الدفاع. الآن تشهد قاعة الجلسة حالة من الهرج عندما قال قاضي المحكمة أنه من المحتمل تأجيل الجلسة لسماع باقي دفاع المتهمين، لكن المتهمين رفضوا. فعاد قاضي المحكمة قاضي الجلسة مرة أخرى وطلب أن هناك أن يتم ترشيح اثنين فقط من الدفاع للدفاع عن المتهمين، لأن هناك عدد كثير جدا من الدفاع المتهمين، وكما تعلمين أن المتهمين هنا عددهم 132 متهما. هذه هي الأوضاع حتى الآن. إليك. إذن ماذا تم الخلوص إليه؟ يعني سيتم الإصدار الحكم في هذه الجلسة أم لن يتم الاتفاق على كيف ستسير الإجراءات؟ الآن حتى الآن لم يتم إصدار قرار، فنحن الآن في انتظار قرار هيئة المحكمة. نعم. ولاء الحديني مراسلة النيل من معهد أمناء الشرطة بسجن طرة حيث المحاكمة، شكرا جزيلا لك.
قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برفض الدعوى المقامة من حازم صلاح أبو إسماعيل لرد هيئة